ورقق هذه القلوب بهذه الأبيات الروحية، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا في هذه الليلة، في هذه الليلة العظيمة. باكري سألونك تتحاكى قضيت العمر يا ابن آدم، يا ابن آدم التفيت واسمع الصوت، لا تغيرك وليد وموالي وبيوت، شما تريد تعيش تاليها تموت، وتدري ملك الموت ما يتفاهم، العمر يمشي وهاي ساعة تنوب، وانت يومي بأمل باكر وتوب، شنه رايك تحط لذنوبك ذنوب، ورايد حمولك بعد تترك، الموت ما تعلم بيا ساعة يجيك، وحصتك تخلص بعد وشلون بيك، يصير قبرك بيتك وينساد عليك، وآه يا ظلمت من يتلايك، تنسئل عن أربعة بيوم الحساب، وانت يا ابن آدم مش عندك من جواب، بالحشر وقفتك يا مرب الأرباب، صحبة وانت وياها ما تتوالد، عن شبابك تنسئل أول سؤال، بأمل أبلت يا ابن آدم تعال، كنت تمشي بطاعة الله والحلال، لو كنت تأخذ أعراض العالم، والسؤال الثاني عن مالك منين، ابيا وسيلة مجمع وديت وين، قاسمت بالمال رب العالمين، لو ابليس ويا كنت تتقاسم، يا ابن آدم ثالث الأسئلة يكون، بأمل أفنيت العمر وانقضى شلون،
على الظالم لا إلى المظلوم عال لا ويا الظالم كنت تتسالم والسؤال الرابع قاطعين يا غاط ويا أهل البيت عندك ارتباط لا قلت ما عندي تهوى من الصراط وراسك يظل بالصخر يتراجم وانا قدم لك نصيحة وارد اقول كونك تريد النجب ساعد الهول على مصاب حسين واسيها البتول ودوم خلاك حاضر بهالمانتم من الوالد من الوالد والقلب لافان لهفان وادور عزبني وين ما كان ويلي على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل مدايا ولعبت عليه الخيل الخيل مدى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ضع المصحف بين يديك وانشره. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بكتابك وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخا وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني من عتقائك من النار سلوا حوائجكم فإنها تقضى إن شاء الله. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا اللهم فك أسرانا اللهم داوي جرحانا اللهم اشف مرضانا اللهم فرج عن شيخنا الجليل فرجا